مملكة الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا خلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وعن خوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسنية العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا بطريركنا ثيوفيلوس ورئيس صفنا فيليمنوس والكان المكرمين الخدام في المسيح وجميع أكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب الحسنية العبادة المحفوظية من الله وكل بلاطم وجنودهم إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل مؤازرة في الحروب وإخضاع كل عدو ومحارب تحت أقدامهم إلى الرب نطلب. يا رب الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا رب في البحر المسافرين في البر والجو والمرضى المضيين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا إليسون. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا وأذينا دائمة البكرية مريم خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام السجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دار الداهرين. والدة الليلة
وردد وخلص وارحم واحفظنا يا الله من نعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والتي إلى الدائمة البتولية مريم مع جميع قديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل وان وإلى دار الداهرين. سلام إلى الرب نطلب يا ليسن أعدد وخلص وارحم محفظنا يا الله من نعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والتي إلى الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب، لأنك إله الصالح والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل وان وإلى دار الداهرين. عند القابر طالبة جسدك
الطاهر فسبيت الجحيم ولم تجار رب النور وصادقت البتول نانحا الحياة فيا من قام من بين الأموات يا رب المجدولات إن القوات الملائكة ظهروا على قبرك الموقر والحراس صاروا كالأموات ومريم وقفت عند القبر طالبة جسدك الطاهر فسبيت الجحيم ولم تجرب منه وصادفت البتول مانحا الحياة فيا من قام من بين الأموات يا رب المجدولة شكرا لك على هذا الحكمة فإن أصدق هلمنا الزرعان أركى للمسيح ملكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله يا ما من باقين أموات لنراك لك هللويا إن القوات الملائكية ظهروا على قبرك الموقر والحراس صاروا كالأموات ومريم وقفت عند القبر طالبة جسدك الطاهر فسبيت الجحيم ولم تجرب منه وصادفت البتول مانحا الحياة فيا من نهض من الأموات يا رب المجدولات لقد صعدت بمجد أيها المسيح إلهنا وفرحت تلاميذك بموعد الروح القدس إذ أيقنوا بالبركة أنك أنت هو ابن الله منقذ العالم إنك يا فائق التمجيد أيها المسيح إلى هنا يا من أقام بان القديسين على الأرض مثلك واكب ثاقبا وبهم هدانا جميعا إلى الإيمان الصادق فيا جزيل التحنن لأنك
حسنت التدبير الذي من أجلنا وجعلت الذين على الأرض متحدين بالسماويين صعدت بمجد أيها المسيح إلى هنا غير منفصل من مكان لكن ثابتا بغير افتراق وهاتفا بأحبائك أنا معكم وليس أحد عليكم. إلى رب نطلب يا ليسون لأنك قدوس أنت يا إلهنا ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين إلى رب نطلب يا رب. السماء وانظر وتعدد كرمة وأصلحة التي يمينك
فرسته من السماء والنور وتعدى ذي كرمة أصلحة التي يمينك غرستها من السماء والنور وتعدى ذي كرمة أصلحة التي يمينك غرستها بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصهيون المقدسة أبانا وبطريركنا لتكن سنوه عديدة ثيوفيلوس المقدس الطوباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين
سوريا العربية وعبر الأردن وقنجاني الوصيون المقدسة أبانا وبطريركنا لتكن صنوع عديدة في سلب الأقداس الطباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة والراشاليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقنا الجليل وصيون المقدسة أبانا وبطريركنا لتكن صنوه عديدة فيليمانوس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس الساقف على مدينة بيلا المقدسة وتوابعها المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة في لومانوس الكلي الطور والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة بيلا المقدسة وتوابعها المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدة في تلك الأيام ارتاب بولس أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يبطئ في آسيا لأنه إن كان يسرع حتى يكون في أورشليم يوم العنصرة إن أمكانه فمن ميليتيوس أرسل إلى أفسس فاستدعى كهنة الكنيسة فلما وصلوا إليه قال لهم احذروا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها ساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه فإني أعلم هذا إنه سيدخل بينكم بعد ذهاب ثياب قاطفة لا تشفقوا على الرعية ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتاوية ليجتذبوا التلاميذ وراهم لذلك
عليك إصروا متذكرين. إني مدة 3 سنين لم أكفف ليلا ونهارا عن أن أنصح كل واحد بدموع. والآن أستودعكم يا إخوتي يا الله، وكلمة نعمته قادرة أن تبنيكم وتمنحكم ميراثا مع جميع القديسين. إني لم أشتهي فضة أو ذهبا أو لباس أحد، وأنتم تعلمون أن حاجتي وحاجة الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء بينت لكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب لنساعد الضعفاء، وأن نتذكر كلام الرب يسوع، فإنه قال: إن العطاء هو مغبوط أكثر من ولما قال هذا جث على ركبتيه مع جميعهم وصلى. منك لأن الكلام الذي أعطيته لي
أعطيته له وهم قبلوا وعلموا حقا إني منك خرجت وآمنوا أنك أرسلتني. أنا من أجلهم أسأل، لا أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتهم لي لأنهم لك. كل شيء لي هو لك وكل شيء لك هو لي، وأنا قد مجدت فيهم ولست أنا بعد في العالم وهؤلاء هم في العالم. أنا آتي إليك أيها الآب القدوس، احفظهم باسمك الذين أعطيتهم لي ليكونوا واحداً كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم باسمك، إن الذين أعطيتهم لي قد حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأنا أتكلم بهذا في العالم ليكون فرحي كاملا فيه. سلام لك أيها المبشر. كنا محفوظين بعزتك كل حين نرسل لك المجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. إلى ربنا الطبع يا رب العالمين. Ooh.
أبانا وبطيركنا ثيوفيلوس، إخوتنا راس الكهنة والكهنة وشماس الرهبان وتسلاب ديمتري كان هذه الرعية مع جميعكم وجميع المسيحيين الحسن عبادة الأرثوذكسيين زوار قبر المقدس وكلاء المحسن إليه والمنذ لهذه الكنيسة المقدسة وكلايا والمحسن إليها والذين يخدمون يتعبون يرتلون فيها معالج سيداتها معالج الطلاب مدارس الأحد والذين يصبرون على خدمتهم مع شبيبتها مع الذين يقدمون الحسنات والتبرعات ويسهرون على خدمة هذه الكنيسة أبنائنا وبناتنا
الطلبة الذين على مقاعد الدراسة في المدارس وفي الجامعات، وخصوصاً أبنائنا الذين في التوجيه لأجل نجاحهم وتوفيقهم. نجا عبيد الله الذين ببيوت مرضى في المستشفيات على سرة الشفاء، في ضيقات، في تجارب، في حروب، والذين في الغربة والذين تغيبوا عنا في هذه الخدمة الشريفة لأظهار مقبولة الرب. مع جميعكم وجميع عائلاتكم وأولادكم وبناتكم ليذكروا من رب الإله في ملكه كل حين الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. الذين رقدوا سبقوا ورقد رجاء قيام حياة أبدية من بطارك ورأس كهنة وكهنة وشباب الرهبان الكهنة الذين سبقوا وخدموا في هذا الهيكل المقدس والذين شيدوا هذه الكنيسة، مع جميع أمواتكم وأموات المسيحيين الحسنة عبادة الأرثوذكسيين وجميع من ذكرت أسماءهم هذا المذبح المقدس من أموات ليذكروا من رب الإله في ملكه كل حين الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. كانوا تذكر إلا يوسف التقن زوج سكبرنا في شخصية فاطمة جديدة. الذين يدخلون إليه بإيمان ورع الخوف في الله إلى الرب نطلب كيريا لايسون من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم وعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله من نعمتك كيريا لايسون أن يكون نهارنا كله كان قدساً سلامياً وبلا خطية من الرب نسأل فرص وكيرياً ملاك سلاماً مرشداً أميناً حاضر نفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل استجب يا رب غفران خطايانا والصفا عن ذنوبنا من الرب نسأل فرص وكيرياً الصالحات والموافقات نفوسنا والسلام العالى من الرب نسأل استجب يا رب أن نقضي غابر الزمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل فرص وكيرياً أن تكون أواخر حياتنا مسحية سلامية بلا حزن ولا خزين وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المروب نسأل استجب يا رب بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدة الوالدين الدائمة البكرية مريم إلهي خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب.
الوحيد الذي أنت مبارك مع أمارك كل قدسه الصال والصال الحياة الآن كل وان وإلى دار الزاهدين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر. بابن وابن وروح القدس ثالوث متساوم في الجوار وغير نصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس الغنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً يأتي بمجد يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي. لنقف حسناً لنقف بخوفاً لنصغي إلى تقديم القربان المقدس في سلام رحمة سلام ذبيحة تسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدوس لتكون مع جميعكم ومع روحك أيضا لنجعل قلوبنا فوق شكراً الرب حق واجب أن لا سود حق واجب حق واجب نسبحك ونبارك نحمدك ونشكرك تسبيح الظفر مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب صباح
جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. كذا كسب ذا شقائنا. اشربوا اشربوا من هذا كلكم، هذا ودم الذي للعهد الجديد الذي يرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن تذكر هذه الوصية خلاصكم نجم نجم يحصل بقبل خمسة أيام وصول سوعة وتسعين في الثاني. يا الله اغفر لي خاطر حمي، يا الله اغفر لي خاطر حمي، يا الله اغفر لي خاطر حمي. التي لك من مالك نقدمها لك على كل شيء، ومن جهتي كل شيء إنا نقدم لك أيضا هذه العبادة الناطق غير دموي نغم لك نطورها فرس الروح القدس إلى هذا الموضوع. أمين. بارك في سيد الخلق القدس، واجعل هذا الخلق القدس مسيح الكريم، بارك سيد كاس القدس ثم في هذا كاس قدم مسيح الكريم، باركهما باركهما يا سيد كريم محول الله بروح القدس. امين امين امين. حتى يكون المتناولين شبه الناس في خطا وشوف القدس والمودات اليك لا دين علينا ثم نقرب لك هذا البنات من أبانا وبطيركنا ثيوفيلوس وابو الكنائس المقدس بسلام صحيحا معافا
مكرمة الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. إن جميعنا كافتا والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعا وجميعهن جميعهم وجميعهن واعطنا ان نمجد فمن واحد وقلب واحد ونسب اسمك كل الاكرام العظيم الجلال ايها الاب والابن والروح القدس الان كل وان والى دار الدائرين ولتكن المراحم لله العظيم خلص يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك ايضا بعد ذكرنا جميعا في التسيين ايضا وايضا في سلام الى الرب نطلب من اجل هذه القرب المكرمه التي قدمت وقدست الى الرب نطلب من اجل ليلان المحبه البشر الذي تقبلها على مذبع السماء والعقلية المقدس رائحه الطيب الروحانيين زكي يسرنا وظن نعمه الهيه وموهبه الروح القدس نطلب من اجل نجاتنا كل الريح الغضب والقهر وشدته من الرب نسأل ملاك السلام المرشد الأمين حافظ مساء السادة من الرب نسأل وفرانا طيبين يا رب والسلام العالم من الرب نسأل أن نرضي باب السماء حياتنا بسلامة الرب بلا حزن ولا كسي وجواب حسنا لدى منبر المسيح المنوب نسأل بعد سؤال الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب وإن يا سيد أن نشترى بدلة على ندعوك أبن غير مدانين أي لله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن من لنا عليه ولا تقلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك القدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن كل وان وإلى دار الدائرين آمين إرين لباسي ولروحك أيضا إرحم رؤوسنا للرب لك الوحيد ومحبة للبشر الذي أنت مبارك مع روحك كل قدسه الصالح والصانع الحياة الآن كل وان وإلى دار الدائرين القدسات للقدسين قدوس و واحد كما كاسم يبرع القدس رب واحد
المسير لمجد الله الله إليه وأسبح لاسمه.
المبارك بعد خميس الصعود تحتفل كنيستنا الأرثوذكسية بما يسمى أحد أباء المجمع المسكون الأول الذي عقد في نيقيا سنة 325 ميلادي بأمر من الملك قسطنطين الكبير. عقد هذا المجمع بعد أن ظهرت هرطقة آريوس في الإسكندرية. آريوس كان رجل دين كاهن في الإسكندرية، دخل إلى فكر هرطوقي يعتقد أن الرب يسوع المسيح هو مجرد نبي، هو مجرد إنسان اختاره الله. وهكذا بلش آريوس يعلم هذه التعليم وانتشرت في الإسكندرية، إلا أنه أباء الكنيسة وبطرك الإسكندرية انتبه للموضوع
وبلش يحاول يوعظ في أريوس ويعلم أريوس العقيدة الأرثوذكسية الصح، ولكن بالنهاية أريوس ما استجاب، فاضطروا الآباء الكنيسة بأمر من الملك قسطنطين في انعقاد المجمع اللي في المجمع المقدس الأول في نيقيا سنة 325 انعقد. دحضوا فكرة أريوس، وأيضاً أثبتوا أن المسيح هو ابن الله، هو الإقنوم الثاني من الثالوث الأقدس. وفي المجمع المسكوني طلعوا عبارة دستور ليمان الذي يقول: أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح المولود من الآب قبل الدهور نور من نور إلى حق من حق، حتى إنه نهايته قبل ما يبلش عن الروح القدس، لأنه باقي دستور الإيمان كمل بعد هرطقة الروح القدس فكملوا وبالروح القدس المنبثق من الآب. فأثبت الآباء الكنيسة في المجمع أن المسيح هو الله، الله الكلمة، الإقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، وأنه هو صار إنساناً لأجل خلاص البشرية، تحمل الصلب والقبر والقيامة لأجل خلاص البشرية. وهكذا في المجمع المسكون الأول دحض بدء أريوس وثبت إيمان الكنيسة الأرثوذكسية اللي هو دستور الإيمان المعروف المتداول بين أيدينا. هذا الدستور هو عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية، هو أساس الإيمان. عشان هيك لما واحد فينا بتعمد يقال دستور الإيمان ثلاث مرات، لما الأسقف بيرتسم أيضا يقال دستور الإيمان، لأن الأسقف هو عليه المسؤولية اتجاه الكنيسة أكثر من الكاهن، لأن الأسقف هو اللي بحافظ على الإيمان المستقيم، هو اللي مطلوب منه أنه حافظ على استقامة الرأي واستقامة الإيمان أكثر من الكاهن. الكاهن له دور، ولكن هي هاي كمان أيضا مسؤولية الأسقف. فالكنيسة في دحضها لبدعة أريوس أثبتت إيماننا وعقيدتنا المقدسة. هذا الإيمان وهذه العقيدة التي تصير عليها كنيستنا المقدسة لغاية يومنا هذا بدون أي خلل، بدون أي تشويه، بدون أي ضعف أو أي أذية. كنيستنا المقدسة مرت في هرطقات كثيرة، في صعوبات، في تجارب، في أمور كثيرة، ولكن دائماً تبقى كنيستنا المنتصرة. وكأنه كنيستنا وإحنا حتى أبناء الكنيسة لما نمر في ضيقات، في تجارب، نمر أحياناً في أي مشاكل، وكأنه مثل الذهب اللي يمر بالنار حتى يتحمص ويبيض لونه أكثر. وهيك كنيستنا المقدسة وإيماننا كل ما إنها بتمر في مشاكل، في صعوبات، كل ما هي عمالها بزيد بجمالها، بزيد روعتها وبزيد بهائها. وهكذا في الكنيسة الأرثوذكسية دائماً إنه إحنا عندنا ثقتنا بالرب يسوع المسيح، إنه الكنيسة مبنية على هذه الصخرة، والصخرة هي الرب يسوع المسيح، والروح القدس هو الذي يقود هذه الكنيسة. لآباء الكنيسة حددوا في هذا اليوم عيد آباء مجمع المسكون الأول، لأنه بعد أن حلت الروح القدس على التلاميذ في العنصرة وبلشوا في البشارة وانطلقوا في البشارة للعالم أجمع، هكذا بعد التلاميذ كان آباء المجمع المسكوني الأول اللي أظهروا حقيقة الإيمان الأرثوذكسي، لهيك الكنيسة وضعت لهم التقديس أو إنه منصلي لأجلهم، وأيضا كمان تذكار لهم في هذا اليوم المبارك. احتفلنا اليوم الخميس الماضي في عيد الصعود الإلهي، عيد صعود ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الجسد، بالجسد إلى السماء. هذا الصعود بعد 40 يوم من قيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. 40 يوم كان بين تلاميذه معنا، وكان يظهر لهما في فترات مختلفة، ولكن عندما صعد الرب يسوع المسيح صعد من جبل الزيتون وترك تلاميذه. لهذا نحن الكنيسة الأرثوذكسية في هذه الأيام، والتلاميذ كان يشعروا أنهم يتامى، لأن الرب صعد إلى السماء وتركهم وحدهم، ولم يأتي روح الحق المعزي من الآب الذي ينبثق كي يعزيهم. ولكن عندما صعد الرب يسوع المسيح كان التلاميذ حزانا، ولكن الرب يسوع المسيح قال: الأفضل لكم أن أنطلق إلى أبي وأبيكم، لأعد لكم منازلا عند أبي. وهكذا فأن عملية الصعود
هي عملية لها بعد لاهوتي وبعد خلاصي أيضا. البعد اللاهوتي والبعد الخلاصي هو أن الرب يسوع المسيح هو الإله الإنسان، هو الذي تجسد لأجلنا، هو الذي صلب على الصليب لأجلنا، هو الذي قبر وقام بين الأموات لأجلنا، وهو نفسه هو الذي صعد إلى السماء لأجلنا. فأنه بصعوده إلى السماوات فقد صعد بالطبيعة الإلهية وقد صعد في الطبيعة البشرية، وهكذا صعد إلى السماء وأجلس الطبيعة الإلهية أو الطبيعة البشرية أي طبيعتنا على يمين الله الآب، صالحها مع الله الآب. وأيضا قال الأفضل لكم أن أذهب لكي يرسل لكم روح المعزي روح الحق من الآب البثق. فالرب يسوع المسيح كأقنوم الثاني من الثلث الأقدس أكمل عمله الخلاصي وهو خلاص البشرية، والآن هو دور عمل الروح القدس الذي يكمل والذي يقدس. لهذا الرب يسوع المسيح انطلق وقال لتلاميذه أن لا تبرحوا من أورشليم إلا أن أرسل لكم روح الحق أو روح المعزي. وهكذا التلاميذ بعد صعود الرب يسوع المسيح بقوا بأورشليم بالعلية بصلوات مستمرة ينتظرون حلول روح القدس، اللي إن شاء الله الأحد القادم راح نحتفل معا بأحد حلول روح القدس على التلاميذ. وهكذا بصعود الرب يسوع المسيح فقد أرسل الروح القدس إلى الكنيسة إلى التلاميذ هذا الروح الحق من الآب المنبثق الذي يبكتنا على الخطيئة والذي يقودنا للحق والحياة. الكنيسة المقدسة وكنيستنا هي كنيسة الروح القدس، لو لم يكن فيها الروح القدس لما لم تكن كنيستنا موجودة ولم يكن هنالك أي فائدة من عملنا وتعبنا. ولكن نعمة الروح القدس هي التي تحمينا، هي التي ترشدنا لطريق الحق والحياة، هي التي تقود كنيستنا. مرات بنمر في صعوبات في مشاكل في ضيقات، ولكن يجب أن نكون واثقين إن كنيستنا وأن نعمة الروح القدس تكون معنا. بقدر ما نتحمل هذه الصعوبات والمشاكل بقدر ما بيزيد نعمة ربنا، لأنه إحنا كمان الرب يسوع المسيح قال سوف يكون لكم ضيق في العالم ولكن ثقوا إني غلبت العالم. وهذه هي رسالة من الرب يسوع المسيح، راح يكون إنه ضيق، مش راح يكون إنه ضيق إنه الرب يريد الضيق إنه ويريد التعب، ولكن اضطهاد وحسد الناس وحسد الشياطين هي كمان اللي بتحاول دائما توقف طريقنا وبتحاول تقطع الطريق حتى بتحاول تعكر جونا. ولكن الإنسان المؤمن الثابت المتواضع اللي بحب لربنا، بحب لربنا مش عشان فقط بيعطي ليش الحلو الجميل، بحب ربنا عشان ربنا عشان هو بالذاته لشخصه. فهذا الإنسان راح يتحمل الصعوبات والمشاكل والضيقات على كل شيء لأجل ربنا. ومن هنا بيظهر حقيقة إيماننا بقدر ما منواجه ضيقات ومشاكل وبقدر صبرنا واستمرارنا بالكنيسة. ما بصير إنه من أي مشكلة أو من أي زعل أو من أي شيء نترك الكنيسة، نبعد عن الكنيسة، ننكر إيماننا، ننكر عقيدتنا. وهيك إذا بنعمل إحنا بنتشبه بيهوذا. يهوذا كان من تلاميذ الرب يسوع المسيح، كان معاه، كان بحبه، ولكن يهوذا آمن بالرب يسوع المسيح لأجل قوته، لأجل عظمته، آمن لأجل المصاري حباً بالطمع. ولكن لما هو فقط رجاء البسيط بربنا شنق نفسه قتل ذاته. وهذا هو طريق أو مثل إن الإيمان البسيط الغير عميق بربنا يسوع المسيح. نحن يجب أن نؤمن بربنا يسوع المسيح أنه هو مخلصنا وفدينا، نؤمن أنه قال وشعر من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني. إذ كان عندنا هذا الإيمان هذا الرجاء أكيد نعمة ربنا وبركة ربنا راح تهل علينا، لأنه ربنا هو كفيل بينا. تصوروا إذا كان الرب يسوع المسيح عمل التدبير الخلاصي إنه تجسد صار إنسان لأجلنا قبل الصلب واللطم والبساط والدفن أيضا لأجلنا، هل ما أقول هو يتركنا في هذا الكون لوحدنا؟ هذا مستحيل. فهاي تكون ثقتنا، هذا تكون إيماننا. إنه في هذا اليوم مبارك في أحد أباء المجمع المسكون الأول نتقوى نقتاد بهم في محبتهم للكنيسة، في حفاظنا على كنيستنا المقدسة، وما يكون أي شيء زازع إيماننا، بالعكس نثبت في كنيستنا أكثر. كل ما بصير علينا ضغوطات أكثر كل ما نتقوى بإيماننا ومنلمع في إيماننا. الرب يكون معكم ويحفظكم أجمعين، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى ربي نطلب يا رب ارحمنا.
أيها الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الرع والحمل الرافي خطية العالم، يا من وهب المدينين دينهما منع خاط غفران خطاياها، أنت السيد اصفح واترك واغفر الخطايا والأثام والذنوب التي صدرت من عبيدك هؤلاء، إما عن إرادة أو عن غير إرادة منهم، أو عن معرفة أو عن جهل منهم، أو عن تعد وعصيان وصياك، وأن كانوا قد تضلوا بغواش شيطان، وكون ناس لابسين أجساد الساكين في العالم قد أخطأوا، إما بالقول أو بالفعل أو عن معرفة أو عن جهل، وأن كانوا قد تغطوا كلام كهن أو سقطوا تحت لانة كهن أو لانة سببهم لأنفسهم وقعوا تحت قسم، فأنت يا سيد الصام نزع عن حقد، ارتضي بأن تحل عبيدك ولا بكلمة منك، واغفر لهم واعف لانات مقسام حصادي رحمتك. نعم يا سيد محب بشر، استجب لنا نحن متضرعين إلى صلاحك، نجع عبيدك هؤلاء واغذ بكد رحمتك عن كل زلاتهم، وانقذ من عذاب معبد، فانك انت يا سيد قد قلت كل ما ربطتم الارض يكون مربوط في السماء، وكل ما حلتم الارض يكون محلول في السماء، فانك انت وحدك معصوم من الخطيه، واياك المجد مع ابنك الذي لا بد له روح كل قدس المحي الان وكل وان والى دهر الداهرين امين، لتحلنا عليكم نعمه الروح القدس وتغفر لنا خطاياك واصح قارتي انا رئيس الكهنه امين. في خوف من الله وايمان ومحبه تقدموا. امين امين امين. الله الرب ظهر لنا مبارك الاتي باسم الرب. اقبلني اليوم متى تأتي
ملكوتك. نشكر الرب دائما وارحم واغفرني يا الله.
رحمتك كي ليس لك يا رب ولك الرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم الرب بارك يا سيد. يا رب يا من يبارك الذين يباركونهم ويقدس الذين يتقوا عليه، خلي الشعب وبارك بها واحفظ ملا كنيستك وقدس الذين يحبون بها بيتك، انت شرفهم هو ذلك بقدرتك الالهيه، ولا تخذلنا نحن متكئ عليك، وهب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنه ولملوكنا ولجنودهم وكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة لمنتك يا أبا الأنوار، فإن لك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إن تذكر رموز الأنبياء المسيح لنا ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. رب نطلب كريالايسو الرب الرحمة تحل عليكم نمت إلى محبة البشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك أيها المسيح إلهنا، رجاءنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم الرب بارك يا سيد. أيها المسيح الحقيقي يا من قام بين أموات لأجل خلاصنا بشفاعة أمك القديس كلية الطهارة بريم كلايب وبقوة الصليب الكريم محيو بنعمة قبر المقدس قابل الحياة وبطلبات القوات السماوية لها يتم ستبره ليا وبتضرعات النبي الكريم إسحاق مجيد وحنا المعمدان والقديسين المشرفين نرسك مديحهم والقديس المجيد نرسك مديح يعقوب أخو الرب أول رأس أخطر شريم والقديس عظيم في الشهداء جورج لابس ظفر والشهداء القدسين الشهداء حسن ظفر وقدسين مجدين ملكين عظمين المتوجه الله مادرس قسطنطين وهيلينا وابانا ابرار تشحن بالله وقدسين صديقي جدي المسيح كما حنا والقديس سابا المتقدس والقديس نسخه الشهاده والقديس اهل ديمتريوس والقديس مجمع المسكوني الاخر شاط الصليب في الدور شاط الصليب في السماء وابينا جاي في قديسين يوحنا الذاهب في الفم رئيس سفرة قسطنطينية صاحب هذه كلمة الشريفة ارحمنا وخلصنا مالك الصالح حبا للبشر يا سيد لسنين عديدة يا سيد كهنتنا ورعيتنا ومرتلينا احفظهم يا رب إلى سنين عديدة كل عام وانتم بخير